القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. الرئيس يدعو الألمان لضخ المزيد من الاستثمارات. البرلمان يواصل مناقشة تيران وصنافير. الحكومة صرف زيادة المعاشات أول يوليو. الإمارات مقاطعة قطر ليست حصار. وإليكم تفاصيل النشرة. تحسين بيئة الأعمال في مصر، فقد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الدولة لجذب الاستثمارات، وذلك خلال لقائه مع بريدجيت تسيبرس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، معربا عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية خاصة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات في ضوء ما توفره مصر من فرص متنوعة. وأكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال عدة إجراءات، منها برامج التضامن الاجتماعي ورفع أسعار الفائدة وإصلاح وتحديث منظومة التموين. هذا وأشادت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر والدور الذي تقوم به في مكافحة الإرهاب، مؤكدة على اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيرة إلى العمل القائم حاليا بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة سيمنز التي تقوم في مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم. كان الرئيس قد استهل زيارته إلى برلين بعدد من الفعاليات، حيث التقى بمجموعة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، كما شارك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة. واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير. وقال مستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة أودعت لدى أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نسخة من محاضرة جولات التفاوض التي جرت بين مصر والسعودية قبل توقيع الاتفاقية، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للاطلاع عليها خلال المناقشات الجارية حول الاتفاقية، موضحا أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء. لا ارتفاع في أسعار الأرز، هذا ما أكده الدكتور علي مصلحي وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، موضحا أن أرصدة القمح والأرز والسكر والزيت آمنة تماما. كما أعلن الوزير عن مهلة أسبوع لأصحاب البطاقات الورقية للتقدم ببياناتهم وتحويلها لبطاقات إلكترونية. وفيما يتعلق بتحديث بطاقات التموين، أوضح مصلحي أن هناك 8.6 مليون مواطن قاموا بتحديث بياناتهم، مشيرا إلى أن الفصل الاجتماعي في بطاقات الدعم ساري. صرف زيادة المعاش أول يوليو، هذا ما أكدته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 15%، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للزيادة 130 جنيها يستفيد منه 4 ملايين مواطن، موضحة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه. فيما قال الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية إن الدولة تراعي ظروف أصحاب المعاشات المتدنية خاصة في ظل الأوضاع الحالية الصعبة عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة. انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الترويج القطري لتفسير المقاطعة العربية للدوحة تحت مسمى الحصار، قائلا عبر تغريدات على تويتر إنها إجراءات سيادية من الدول المقاطعة ردا على تصرفات قطر في دعم الحركات الإرهابية، مشيرا إلى أن غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طالهم والضرر الذي لحق بهم، وإن كانت المظلومية موقف فهي من حقهم وليس من حق قطر. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.